السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عشان تبقى موجود جوه الميت ذا اولمبيانز لازم تقابل الاولمبي اللي كلنا بنفتخر بيه، الاولمبي الجامد الوحش المصري رافع رايد كيو سكواد، الاسد الكبير بتاعنا كابتن محمد شعبان. ازي حضرتك؟ هاو دوين براذر؟ واي سبيك وذ ايفري ون انجلش اكسبت مي. محمد لو سمحت اتنازل عن الانجليش شويه. بعد اذنك حبيب قلبي. حبيبي هنا، انا مبسوط ان احنا بنشوفك هنا في الاجواء بتاعه ميت ذا اولمبيانز او قابل الاولمبيين. مبسوط جدا ان احنا نشوفك في حاجه زي كده، وقد ايه فخورين بيك كمصري بيرفع رايه مصر في وسط المحافل الدوليه بالشكل الجميل اللي انت عامله ده. قد ايه مقدرين تعبك، ومقدرين قد ايه الفتره اللي انت مريت بيها ظروف صعبه جدا وتحضير سنه كامله عشان تقدر توصل للمسرح ده، ووصل ان شاء الله ربنا يوفقك. كلمني عن احساسك بقى عن اولمبيا. حبيبي اول حاجه ان طبعا بدون فضل ربنا وبدون فضل دعوات الناس مش هنكون في المكان ده. تاني هم ان الاحساس جميل جدا انك انت تكون من بغض النظر عن العدد، انك انت تكون وسط 30 او 100 شخص او 1000 شخص تأهلوا مستر اولمبيا السنه دي كتوتال في العدد في العالم كله، فده في حد ذاتها انا فخور بها جدا. حصل ظروف كتير السنه دي، كنا بنقول مش هنشارك، كان في ظروف كتير، ولكن كنت مصمم ان انا اكون موجود على المسرح، لان وجودي على المسرح ده بحد ذاته نجاح كبير، ان انا ارفع اسم بلدي وان انا اكون في مصر تاني في الوزن المفتوح في في في, في مستر اولمبيا. دي بحد ذاتها هي دي عندي المكسب. ان شاء الله نفضل مستمرين، دعواتكم هي اللي هتخلينا نقدر نستمر ونكمل. ويا رب ان شاء الله نقدر نشرفكم دايما. احنا مصر موجودة. كابتن محمد شعبان، السنة اللي فاتت انت كنت توب 10، تتوقع ايه السنة دي؟ والله اتوقع ان انا ممكن اعمل افضل، ربنا اراد ان انا اعمل افضل ان شاء الله. هحارب واقاتل ان انا افضل في المنصب بتاعي المركزي. I will kill you because you did that. You did that. I know you. How is you now? يعني إن شاء الله أقدر، مش هتنازل، مش I don't give up. I will be fight. مش هستسلم، هفضل مستمر وحارب إن أنا أحافظ على مكانتي وإن أنا أعمل أفضل بإذن الله. إن شاء الله أقدر أظهر بمستوى يشرفكم ويفرحكم بإذن الله، وفرح نفسي وفرح أهلي. وإن شاء الله المكتوب لنا، إحنا مؤمنين بربنا طبعا قبل كل شيء، فده شيء في ناس كتير هتبقى مفتقدة، إن إحنا مسلمين أمرنا لربنا، عملنا اللي علينا، ناس بتدعي لنا، إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله. إيه أكتر حاجة محمد بتعجبك في ميت ذا اولمبيانز أو قبل الأولمبيين؟ إيه أكتر حاجة بتشدك؟ الإحساس إن أنت ليك كيان، إن الناس مقدرة قد إيه أنت تعبت وصلت المكانة دي، فبيحاولوا يحسسوك ويقدروا تعبك ده بتجهيزه لك بشكل لائق، انك انت تشوف الناس وتشوف كل الناس دي جايه تشوفك وبتشوف اللعيبه وهم والناس وتقدير الناس ليك، هو ده النجاح العائد اللي انا مستنيه. نشكرك وهنسيبك لجمهورك وناسك انها هتسلم عليك، وهناخد لقطات ونوريها للناس قد ايه حب الناس لمحمد شعبان. حبيب قلبي هنا، وشكرا لتعبك، وانا اللي عارف الكواليس بتاعتك. الله يعينك بقى. شكرا يا كابتن محمد.